أهلا بكم إلى العالم هذا المساء. أنا فيدا باسيل وهذه العناوين. هيومن رايتس ووتش تتهم النظام السوري باستهداف المدنيين بعد حديثها عن انتهاكات تقوم بها مجموعات مسلحة. فما يوقف دوامة العنف للشروع بتطبيق خطة أنان؟ اللاجئون السوريون في لبنان بين مأساة التهجير وتعقيدات المشهد اللبناني. يسمونه الآن علم الثورة السورية، نحن لا نقر أنه علم الثورة السورية. متمردون يتيحون بالرئيس المالي، فأي تبعات على الديمقراطية الوليدة ونشاط متمردي الطوارق والقاعدة في شمال أفريقيا؟ مقتل منفذ الهجومين في جنوب غرب فرنسا برصاصة في الرأس، وموقع للقاعدة ينشر بيانا يتبنى فيه العملية قبل أن يسحبه في وقت لاحق. نحو 60 قتيلا برصاص قوى الأمن والجيش في سوريا اليوم بحسب ما يؤكد الناشطون. إنه اليوم الأول بعد إقرار مجلس الأمن بالإجماع خطة المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا كوفي أنان، والتي تنص في أول بنودها على وقف العنف. خطة اعتبرها متحدث باسم المجلس الوطني السوري فرصة للقتل. تقول منظمة هيومن رايتس ووتش أن النظام يقصف ويقتل المدنيين والمهجرين خصوصا عند الحدود مع لبنان، وذلك بعد أيام قليلة على تقرير اتهمت فيه مجموعات مسلحة بقتل مؤيدي النظام من قوى الأمن والمدنيين على حد سواء. وبين هذا وذاك، تنقل وكالة الأنباء السورية عن ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي قوله إن القيادة الروسية ترى بأن الرئيس بشار الأسد يعتني بمواطنيه. فمن يوقف العنف في سوريا؟ موافقة دول مجلس الأمن بكافة أعضائه على البيان الرئاسي الذي قدمه المبعوث الأممي كوفي أنان لوقف إطلاق النار في سوريا والدخول في عملية سياسية لا تعني بالضرورة أن تطبيقه سيكون بهذه السهولة. الحمص الخالدي. فحتى الآن لم يبدي أي من الطرفين استعداده لإلقاء سلاحه. الجيش السوري النظامي يواصل قصفه لأحياء في حمص وحماة في مواجهة مجموعات إرهابية كما يقول. أما المعارضة السورية فتصر على إسقاط النظام بالقوة وعدم التحاور معه. استمرار الطرفان باللجوء للخيار العسكري وثقته منظمة هيومن رايتس ووتش، التي أعلنت أن القوات السورية ترتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في منطقة القصير في محافظة حمص على الحدود اللبنانية السورية. وذكرت المنظمة سوء الوضع الإنساني بالإضافة إلى انتشار القناصة على أسطح الأبنية وقصف الأحياء السكنية. ويأتي ذلك بعد أيام قليلة على توثيق المنظمة لقيام جماعات مسلحة من المعارضة بخطف وتعذيب وقتل أفراد من قوات الأمن السورية ومؤيدين للنظام. سياسيا، ردت المعارضة على مقترحات أنان، إذ أعلن المجلس الوطني السوري أن تبني البيان يعطي فرصة إضافية للنظام لقمع الاحتجاجات، مطالبين برحيل الرئيس السوري بشار الأسد قبل أي تسوية. ويرى مراقبون أن الموقف المتصلب للمعارضة يعود لرغبتها برفع سقف البيان المطروح، خصوصا وأن مقترحات أنان هي أقل ضغطا على النظام السوري من خطة الجامعة العربية التي دعت لتنحي الأسد. وتشير التطورات على الأرض أنه لا يزال قويا بعد استعادة قوات الأمن السيطرة على عدد من المناطق مثل حمص وإدلب ودرعا. معطيات قد تعني أن المفاوضات التي يجريها الوفد الذي أرسله أنان إلى دمشق للبحث مع المسؤولين السوريين في آليات تنفيذ بنود المقترحات قد تأخذ شهورا. علا مكي، بي بي سي. معنا من باريس أنا نيستا، مديرة البرامج والطوارئ في منظمة هيومن رايتس ووتش، وهنا في الاستوديو عمار وقاف، عضو النادي الاجتماعي السوري. سيد عمار، أبدأ معك. كيف يعتني الرئيس السوري بشعبه ومنظمة حقوق الإنسان تتحدث عن انتهاكات ضد الإنسانية؟ بداية يجب أن نسجل بأن منظمات حقوق الإنسان قد بدأت تعترف للمرة الأولى منذ عام كامل بانتهاكات ارتكبتها المجموعات المسلحة التي تشن حربا ضد الحكومة السورية. هذا أعتقد بأنه مؤشر جيد، وأعتقد بأن المجتمع الدولي بدأ الآن، وخصوصا في البيان الرئاسي الذي شهدناه البارحة، يدرك علنا، طبعا هو يعرف منذ فترة طويلة، لكن يدرك علنا أو يعترف علنا بأن تعقيدات الوضع لا تعني بأن الحكومة السورية وحدها هي المسؤولة عن المذابح التي تحدث في سوريا. طيب، في الكلام التي تقوله، يعني عندما تقول أن الحكومة السورية
ليست وحدها معنية وكأنها هي معنية وهنالك آخرون أيضا معنيون، هل هذا ما تقصده؟ طبعا الحكومة السورية يعني العمليات العسكرية التي تشنها ينتج عنها قتل مدنيون، هذا يعني شيء واضح ومعروف ولا يجب أن نتخبأ يعني وراء إصبعنا. هناك أهل لنا في سوريا يقتلون بشكل يومي حتى، لكن يجب أن نعترف أيضا كما اعترف المجتمع الدولي البارحة في مجلس الأمن وللمرة الأولى أيضا بأن عملية وقف العنف في سوريا ليست مسؤولية الدولة السورية وحدها وإنما مسؤولية جميع الأطراف، وهذا يعني ضمنا مسؤولية الأطراف التي تمول وتسلح وتدرب وهذا. طيب سأنقل هذه النقطة بالتحديد إلى أن اليوم تقولون تتحدثون عن الانتهاكات التي يقوم بها النظام، منذ يومين تقريبا تحدثتم عن الانتهاكات التي تقوم بها المعارضة، واليوم المجتمع الدولي يتحدث عن وقف العنف دون أن يحدد من هو المسؤول عن هذا العنف. هل تتبعون أنتم الأجندات الخارجية أيضا عندما تحاولون الموازنة بين المعارضة والنظام؟ لا توجد موازاة بين الطرفين، فالبيان مجلس الأمن واضح عندما يطلب من النظام السوري وقواته أن يوقفوا أعمال العنف وأن يسحب قواته وأن يسمح بالمعونات الإنسانية، فهذا واضح وقد سجلنا الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضين وهي تعتبر جريمة ضد الإنسانية ويجب أن يتم التعامل معها بهذا السياق، ولكن يجب أيضا أن نشير إلى الانتهاكات التي تقوم بها الجيش السوري الحر ومجموعات أخرى بشكل منفصل، وحيث لا توجد حتى الآن ما يشير إلى أن هناك تنسيق بين هذه الأعمال، وعلى المجلس الوطني السوري أن يتحرى هذه المسألة، ولكننا لا نوازي ولا نعادل بين الطرفين، لكن يجب أيضا على زعماء المعارضة أن يحاولوا منع تلك الأعمال حتى، ولكن ذلك لا يبرر ما تقوم به القوات السورية في نفس الوقت. سيد عمار، ذكرت أنت البيان الرئاسي واعتبرت بأن هذا البيان الرئاسي الذي خرج عن مجلس الأمن إنما يؤكد على أن الطرفين يقومان بتجاوزات ضد الإنسانية أو مطالبة الطرفين بوقف العنف. وكالة سانا طرحت رسالتين متطابقتين حسب ما تقول يدلان على تعاون النظام السوري مع مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية. كيف وهنالك انتهاكات تتحدث عنها هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات؟ يعني هناك يجب أن نفرق بين مسألتين. أولا فيما يتعلق بالانتهاكات ضد الإنسانية التي تحدث على الأراضي السورية، طبعا ليس الحكومة السورية هي الوحيدة المسؤولة عنها، ما يعيق ربما وكتكملة لحديث ضيفتك من باريس، ما يعيق تحقق هذه المنظمات هو عدم وجودها على الأرض. يعني هي تسمع. سيد عمار، ليس هنا سؤالي، سؤالي بالتحديد عندما يقول النظام أنه يتعاون والبند الأول في مبادرة أنان هي وقف العنف، كيف يتعاون والدبابات تحاصر وتقصف وهنالك قناصة يتم الحديث عنهم وهنالك ما يتعرضون للقتل على الحواجز حسب ما تذكر هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الإنسانية؟ تقول ليس لهم وجود في الداخل، نعم، ولكن اللاجئون يتوجهون إلى بلدان قريبة ويتم الحديث معهم. نعم يا سيدتي، اللاجئون هم عمليا الهاربون من الضغط العمليات العسكرية الحكومية، لكن الناس على الأرض، يعني سأعود إلى سؤالك لننسى هذا الجانب لكي أعود إلى سؤالك. البند الأول في البيان الرئاسي هو بند طويل ولا يتحدث فقط عن إيقاف الحكومة أعمال هذا، يتحدث طبعا عن سحب آليات عسكرية ويتحدث، لكن يتحدث عن أمور أخرى بالتوازي. والآن إذا قامت الحكومة السورية، طبعا الحكومة السورية مهتمة جدا بالتعاون مع السيد كوفي عنان ومهمته حسب ما نسمع منهم، لكن إذا قامت الحكومة السورية بكل هذه العمليات واستمر القتل وعاد المسلحون إلى احتلال الأحياء المدنية والتحرش بالناس وما شابه، طيب ماذا تفعل الحكومة السورية؟ إذن يجب الحديث عن خطين لوقف العنف، وهذا هو أهمية البيان الرئاسي الذي صدر البارحة. هو يعترف ضمنا بأن مسؤولية وقف العنف ليست منوطة فقط بالدولة السورية، هو يتحدث أن الدولة السورية يجب أن تبدأ بهذا الموضوع. طيب فلتكون الدولة السورية المبادرة على الأقل. طبعا كل ما يحدث في كل ما تم ذكره في البيان الرئاسي هو سيريان ليد، يعني كل الحل
سواء سياسيا أو أمنيا هو عبارة عن حل تقوده الدولة السورية، وهذه أهمية البيان الرئاسي. طبعا الدولة السورية أعتقد بأنها سوف، لا أعلم حقيقة الفريق التقني الذي أتى إلى دمشق ما هي نتائج محادثاته حتى الآن، لكن أعتقد بأنه يجب أن يكون هناك آلية يتم الاتفاق فيها أو عليها مع الحكومة السورية، بأنه إذا سحبت الحكومة السورية من مكان ما آليات عسكرية أو كذا ولم يتوقف العنف، فيجب أن يتم تحميل المسؤولية. طيب، قبل مواصلة الحديث لابد من التنويه أنه من المفترض أن يكون معنا السيد بشار الحراكي عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني ونحن ننتظره. أعود إليك سيدة أن السيد عمار هنا طرح في الاستوديو نقطة تتعلق بأنكم كيف تتأكدون من المعلومات التي ترد إليكم وأنتم غير موجودين على الأراضي السورية، كيف تتثبتون من ما يقال لكم؟ أعتقد أن هذا هو ردي أيضا، يعني لماذا لا نقول الحقيقة؟ كما نعلم نحن نحاول أن نعمل داخل الأراضي وبشفافية ونحاول أن نوثق ما يحدث، ولكن كل طلباتنا الآن لزيارة سوريا لم تتلقى أي ردود حتى الآن، وكما تعلمون أنه ليس فقط نحن. والسؤال هو لو كان الوضع كما تقول الحكومة السورية، لماذا كل هذه الجهود لقمع وتأكد من عدم خروج المعلومة؟ الصحفيون لا يمكنهم أن يدخلوا إلى سوريا، وأيضا تحدثت إلى بعض الصحفيين وقالوا لي كيف كانت حركتهم محدودة، ونعرف أيضا أن الكثير من الصحفيين الأجانب فقدوا حياتهم وهم يحاولون تغطية الأحداث هناك. أعتقد أن سؤالي الأكبر دائما هو لو كل شيء على الطريقة التي يظهرها النظام السوري، لماذا لا يتم السماح لنا بالدخول؟ ليس نحن فقط، وأيضا لجان الأمم المتحدة التي منعت من دخول الأراضي السورية، وهذا لم يمنعنا من جمع المعلومات، ولدينا قنوات معلومات واتصالات داخل سوريا، ونعرف أن الآلاف يهربون من سوريا بالرغم من محاولات النظام السوري من منعهم من ذلك. وأنا أحدثكم الآن هناك أفراد نعرفهم في تركيا وفي لبنان يوصلون ما يقوله المئات من اللاجئين حول ما يحدث على الحدود وداخل سوريا، ونتأكد أكثر من مرة من صحة هذه المعلومات. وإذا كان هناك ما يشير إلى أن ما نقوله غير صحيح، نحن مستعدون لمناقشة تلك المزاعم، ولكن حتى الآن لا يوجد إنكار صريح لما نقول. طيب سيدة، أنا عندما تقولون أنكم تتأكدون أكثر من مرة، ما هي الآلية التي تعتمدون؟ هناك عدة آليات، بدايتها نحن لا نعلن أي شيء من ما يصدر ممن نسميهم بالمواطنين الصحفيين. المعلومات نستقيها نحن بأنفسنا، وفي أغلب الأحيان نستخدم عدة شهادات من عدة أطراف مستقلة، وفي نحاول أن نضاهي تلك الشهادات. وفي حالات أخرى كثيرة هناك شهادات كثيرة ونقوم أن نتأكد منها، مثلا من خلال الأقمار الصناعية، فلقد رأينا منذ يومين صور لأثار الحطام والقصف في حمص من خلال الأقمار الصناعية، ولا ننشرها على يوتيوب مثلا، ونحاول أن نتحقق من الشخص الذي يصور الأحداث ونتأكد منه شخصيا. وعلى سبيل المثل عملية قصف القصير، هناك صور لأطفال تم إصابتهم في ذلك القصف، وتحدثنا إلى ذويهم وتأكدنا من المعلومات. وفي كثير من الأحيان نتأكد من أن هذه المعلومات صحيحة 100%.
طيب سيد عمار، يعني من الملاحظ بأن عندما يكون هنالك شخص يدافع عن النظام يركن إلى هذه المنظمات، عندما تواجه هذه المنظمات أصابع الاتهام إلى المعارضة وتقول بأن المعارضة تنتهك حقوق الإنسان، بينما يعني يوجه الاتهام لهذه المنظمات عندما تتحدث عن ما يقوم به النظام، كيف تقرأ ذلك؟ بداية شخص مثل حكايتي ليست مهمته الدفاع عن النظام، أنا لا علاقة لي بالنظام، وإنما أنا أمثل أنا قلت نظر ملاحظ من يدافعون عن النظام حتى لا أسمع هذا الرد منك. لا نحن من أنا كشخص مثلا بحكي وجهة نظر ملايين من السوريين أعتقد. المهم بالفكرة هنا ليست هي أنه والله منظمات حقوق الإنسان تتحدث عن قتلى بنتيجة عمليات الجيش السوري، لا. أعتقد بأنه المشكلة كانت حتى الآن حتى أول البارحة هي عدم اعتراف هذه المنظمات بالضحايا. طيب اعترفت هذه المنظمات، كيف ونأمل تقرأ التناقض عندما تعترف هذه المنظمات بقيام من المعارضين بانتهاكات لحقوق الإنسان يصفق لها، بينما عندما يقال بأن هذه النظام يقوم بانتهاكات لحقوق الإنسان تكال المكاييل لها وتتهم هذه المنظمات بأنها يعني لديها أهداف وأجندات؟ نحن المشكلة هي عدم التوازن. يعني عندما يموت مئات الآلاف من السوريين وينكل بهم، يغتصبون، يقتلون، تقطع أوصالهم، هذا وتتحدث فقط طوال عام كامل هذه المنظمات عن جزء فقط من هؤلاء الناس ولا تتحدث عن الجزء الآخر. وأنا أتمنى أنه بناء على خطة السيد عنان البند السادس أنه المنظمات الدولية تدخل كذا تحت رعاية الحكومة السورية ضمن إطار الشرعية السورية أن يتمكنوا من معرفة أكثر ما حدث حقيقة وأن يلاحظوا ذلك في تقاريرهم. هذا عدم التوازن، هذا هو الذي أثار ريبة وحفيظة الكثير من السوريين. هذه هي النقطة تماما، وهذا نحن ما قلناه في السابق. طيب. أريد أن أسمع من السيدة أن رد على ما ذكر السيد عمار. Well, let me just first of all clarify. بداية أود أن أوضح أن ذلك ليس صحيحا. أول تقرير أنا قمت به وكتبته شخصيا حول الوضع في درعا كان ذلك في نهاية أبريل وشهر ماي العام الماضي، عندما كان هناك حصار لمدينة درعا وهناك انتهاكات لحقوق الإنسان تمت هناك. لو قرأت هذا التقرير سوف ترى أنه في الفهرس لقد تحدثنا عن حالات من أعمال العنف الذي قام بها المعارضة في ذلك الفترة وليس من انشقوا عن الجيش، وتحدثنا عن من كانوا يحضرون يشاركون في المظاهرات ومعهم أسلحة، كانت يعني حالات فردية ولكننا تحدثنا عنها عندما لاحظناها. وأيضا أود أن أوضح أمرا آخر، نحن قلنا في تصريحنا منذ يومين، قلنا إن لأشهر طويلة كانت التظاهرات في سوريا سلمية بشكل كبير، وذلك بناء على شهادات شهود العيان وأيضا شرائط الفيديو ولا يمكن إنكارها. وأؤكد أنه لم تكن هناك أعمال أحداث عنف فردية، ولكن التظاهرات كانت تواجه بشكل عنيف جدا من قبل الحكومة، وأعني ذلك أعمال قتل وأعمال اعتقال، حملات اعتقال واسعة وتعذيب استمرت لشهور طويلة. وما لاحظناه مؤخرا الآن هو منذ عدة أشهر ابتداء من شهر سبتمبر، هناك الآن من قاموا بضاق بهم الضرع وبدأوا ينشقون عن الجيش، وهذا طبعا لا يبرر أعمال العنف من جانب الجيش السوري، ولكن يجب أن نضع الأمور في سياقها هنا. سيد عمار، أعود إلى السؤال الرئيسي في هذه الفقرة، كيف يمكن وقف العنف؟ اليوم الرئيس بشار هو الممثل لجميع الشعب السوري، هو كما يقال عليه أن يحمي شعبه، كيف يمكن وقف هذه الدائرة؟ إذا كان غير قادر وسلمنا جدلا بما يقول بأن هنالك عصابات مسلحة، فليعلن ذلك للعالم ويخلي مسؤوليته على الأقل. طيب أعلن ذلك للعالم، ما هو المشكلة؟ لكنه لم يخلي مسؤوليته. يعني هو مسؤول، شو يخلي مسؤوليته؟ هو لن ينسحب من المسؤولية، ليس يعني ليس بإمكانه الانسحاب من المسؤولية، هو مسؤول، هو رئيس الجمهورية العربية السورية، يعني هو مسؤول عن إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع هذه البلد.
هذه المجموعات المشكلة التي نعاني منها، يعني أنا سوف لن يعني أخوض كثيرا في نقاش الضيفة فيه، لكن أعود إلى سؤالك للإجابة عليه. حقيقة المشكلة التي نعاني منها بأن الناس التي هي في الشارع، هذه تحديدا العصابات المسلحة، ليس لديها قيادات سياسية. يعني مهما أنت اتفقتي مع المعارضة، لن تستطيع هذه المعارضة أن تقنع شخصا اختار طريق قتل الناس أن يتخلى عن سلاحه والله ويشترك في هذه العملية. هذه المشكلة التي نعاني منها حقيقة، وهذا الذي أدى إلى أن تقول الدولة بأننا نحن حاجة إلى عملية سياسية وعملية أمنية. على الرغم من أن المعارضة تقول بأنها يعني هي في حالة الدفاع عن النفس. على كل الأحوال كان من أنهم يسيطرون على هؤلاء الناس حقيقة. كان من المفترض أن يكون معنا أحد من المعارضة لكن لم نتوفق في ذلك. شكرا لك سيد عمر وقاف، عضو النادي الاجتماعي السوري. كما أشكر أنا نياسات مديرة البرامج والطوارئ في منظمة Human Rights Watch. قال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور إن بلاده لن تشارك في اجتماع أصدقاء سوريا المقرر عقده في اسطنبول بعد نحو أسبوع. يأتي ذلك فيما اعتبرت جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية